نالت الأعمال التطوعية والخيرية نصيباً كبيراً من الاهتمام من قبل الحكومات والمؤسسات وكذلك الأفراد، إلا أن الكثير من هذه الجمعيات لا يوجد لديها مواقع إلكترونية أو حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التوثيق الرسمي لهذه الحسابات، مما ينتج عنه انعدام أي تفاعل يذكر معها. وعلى ذات السياق نرى ضعفاً كبيراً فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، حيث تكاد تنعدم خدمة الدفع الإلكتروني التي تساعد المتبرعين على عملية التبرع. وعلى هذا تنتج صعوبة كبيرة في التواصل بين المتبرعين الراغبين في بناء مشاركة فاعلة في هذه الأعمال وبين الجهات الخيرية التي لديها قصور في نشر المشاريع والمبادرات المقدمة، إضافة إلى حالة المشروع التي ينتج عن عدم معرفتها عدم الاطلاع على التقارير الإحصائية التفصيلية التي تتناول المشروع وتقدمه وتحدث حالته، إضافة إلى البيانات الدقيقة المتعلقة بالمتبرعين لكل مشروع وتصنيفهم حسب الجنس والفئات العمرية ومدينة سكناهم. ومن الملاحظ صعوبة التبرع عن طريق التحويلات البنكية للجمعيات والمؤسسات الخيرية لكثرة المشكلات وزيادة المتطلبات التي تفرضها البنوك والجهات المالية، حيث يتطلب لإتمام تلك التحويلات أن تتوفر معلومات الحساب من اسم الجمعية ورقم الآيبان التي يعود ريع الحساب إليها، هل هي حساب صدقة، زكاة أو وقف؟ كما يدخل في المشكلات التي ترتبط بالحوالات المالية صعوبة خطوات التحويل من تسجيل لمعلومات الحساب لدى البنك عن طريق الفرع أو الصراف أو الهاتف المصرفي أو عبر العمل على خدمة الأونلاين، وكذلك تفعيل الحساب وما يكون له من آليات مثل الصراف أو الهاتف المصرفي. مساهمة القطاع غير الربحي وصلت في عام 2015 إلى 4.4 مليار ريال سعودي، بينما ارتفعت إلى 4.7 مليار ريال سعودي في عام 2016، راصدة ارتفاعا يقود إلى تحقيق ما ترنو له خطة التحول الوطني التي تهدف إلى بلوغ 16 مليار ريال في عام 2020 للميلاد. وعلى الجانب الآخر فإننا نرصد ما يتعلق بالمدفوعات الإلكترونية، حيث بلغت في عام 2014 ما يقارب 17.36 مليار ريال، زيادة في عام 2015 لتصل إلى 24.29، كان نصيب التجارة الإلكترونية منها 5.62 في عام 2014، وبزيادة تقارب الضعف لتصل إلى 8.43 في عام 2015، مع توقع أن تصل المدفوعات الإلكترونية في عام 2020 إلى 82.98 بنصيب قدره 31.31 مليار ريال للتجارة الإلكترونية. ونجد أن سكان المملكة وصل عددهم عام 2014 إلى ما قدره 30.8 مليون نسمة، منهم ما يقارب 19.6 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت وتطبيقاته، ويقوم 10.6 منهم بالتسوق عبر الإنترنت، بينما ارتفع هذا العدد في عام 2015 إلى 12 مليون شخص يتسوقون عبر الإنترنت، من واقع 20.8 مستخدم للإنترنت من إجمالي عدد سكان المملكة الذين وصل عددهم إلى 31.5 مليون نسمة. كما نجد أن المستخدمين يقومون باستعمال الهاتف الذكي للاتصال بالإنترنت بما قدره 6 ساعات يومياً، بينما تبلغ مدة استخدام الأجهزة اللوحية 3 ساعات تقريباً، وأخيراً الحاسب الشخصي ما يقارب 3.5 يومياً، حيث بلغ عدد من يستخدم الهاتف الذكي ما نسبته 4-5 من مستخدمي الإنترنت، الذين يفضل 85% منهم استخدام التطبيقات بدلاً من المواقع نفسها لما توفره من نظام وقدرة على معرفة تفاصيل الشراء ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بجانب استعمال بطاقات الدفع الائتماني عند التسوق الإلكتروني، فإنما نسبته 47% من السعوديين ليس لديهم ما يمنع استخدامها، أي ما يبلغ عدده 9.4 مليون نسمة، بينما من يستخدمونها حقيقة بلغت نسبتهم 64% من هذا العدد، وعددهم 6.16 مليون نسمة، حيث كان الشائع أن 85% من الناس يفضلون الدفع حال التسليم تحرزا من عمليات النصب وكذلك خوفا من المجهول، إلا أن هذه النسبة بدأت بالانحسار في الآونة الأخيرة، حيث استطاع 38% منهم التغلب على هذه المخاوف واستخدام بطاقة
طاقات الدفع الائتماني، وهذه الظاهرة في تزايد واستمرار، حيث إن مجموعة كبيرة من أصحاب الخدمات طالبوا في أحد المقالات الموجهة أن يتم إيقاف خدمة الدفع حال الاستلام لزيادة التوجيه إلى الدفع الإلكتروني. في تاريخ 2/10/2017 أعلن مدير الإدارة العامة لنظم المدفوعات في مؤسسة النقد التي تشغل نظام مدى أنه جار العمل على مشروع تفعيل خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات مدى المصدرة من البنوك السعودية والدفع من خلال الأجهزة الذكية موبايل بايمنت مواكبة للتغيرات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني. ومن إيجابيات هذا التنظيم الذي سيقفز بالتجارة الإلكترونية التي كانت تعتمد على 3 ملايين بطاقة ائتمانية مصدرة في المملكة إلى 29 مليون بطاقة مدى. تم إحصاء عدد 674 جمعية خيرية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منها 219 جمعية فقط هي التي تملك موقعاً إلكترونياً بنسبة بلغت 32%، ووجدت 4 جمعيات هي التي توفر التبرع الإلكتروني بنسبة قدرها 0.59%. كما تم إحصاء عدد 266 جمعية لديها حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنسبة بلغت 39%. كما أن الجمعيات التي لا تملك موقعاً إلكترونياً ولا حساباً بموقع تويتر عددها 128 جمعية بنسبة قدرها 18%. أما عدد الجمعيات التي لا يوجد لها بيانات يعرف المتبرع أو المستفيد من خلالها شيئاً عن الجمعية بلغ عددها 114 جمعية بنسبة قدرها 16%. وقعت الإحصاءات على 1196 مشروعاً ل140 جمعية على مواقعها الإلكترونية.